حتى الآن في 7 سوريين موقوفين، هذا غير الانتحاريين اللي ببرج براجني، وفي 2 لبنانيين موقوفين، واحد انتحاري والثاني مهرب اللي تولى تهريبهم عبر الحدود، عبر الحدود اللبنانية السورية، وهو بطبيعة الحال من منطقة البقاع الشمالي. وهذا أول الخيط، يمكن يبين بعد في مهربين آخرين لأنه التحقيق لسه ببدايته. إنه العملية كانت مخططة أن تصير بمستشفى الرسول الأعظم، ولكن الإجراءات الأمنية المحيطة بالمستشفى خلتهم يغيروا الهدف وينزلوا على منطقة مكتظة بالسكان بعد ما يعينوها ويشوفوا ساعة الاكتظاظ. رح أبدأ الكلام